السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة المنظر اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة ماهوش من أوروبا، المنظر ده في مصر وتحديدا في محافظة الإسكندرية. حصلت نوة امبارح بالليل، عملت فيضان في المدن الساحلية، يعني المناطق الساحلية زي راس البر وزي اسكندرية، عملت زي ما انتوا شايفين كده. يعني المنظر الأولاني ده من الاسكندريه. المنظر اللي انتوا شايفينه دول قدامكم يا جماعه ده من راس البر، والناس اللي راحت راس البر هتعرف المكان ده فين. البحر طلع مع النوى والرياح وزنة الرياح، ارتفاع منسوب المياه وبقت نوى زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه على البحر في راس البر وفي الاسكندريه كده. ربنا يجعلها موسم الخير، ان كل اللي جنب ربنا خير يا جماعه ما طلعتش على البيوت، لان يعني ولا الفيلات ولا العشاش، يعني المنسوب ما طلعتش يعني قوي، يعني هي المنسوب يعني يا دوب طلع له ربع متر او نص متر، منسوب الميه زاد له نص متر ولا حاجه، ما يزيدش عن كده. فطبعا في حواجز وفي حاجات مني في رصيف الميه ما تخطوهوش، يعني ما معمول يعني امان الحمد لله. من زمان احنا صغيرين يا جماعه، وانا صغير حصل فيضان في راس البر، البحر المالح بقى في نهر النيل يعني لحم في بعضه، بقى كله ميه، كله بقى ميه، محدش عاد شايف حاجه خالص. الشكل اللي انتوا شايفينه هنا يا جماعه ده امبارح، البحر طلع بالشكل ده. ربنا يستر. لسه يا جماعة دي تاني نوة أو أول نوة تقريبا، دي التوابع المكنسة، نوة المكنسة أو المكنسة دي التوابع بتاعتها. النوة ده يا جماعة بيقلب البحر، بيجيب خير، بيجيب سمك وبيجيب خير، يعني النوة ده مطلوب يعني خير من عند ربنا الحمد لله، يعني ما هوش وحش، كل اللي بيجيبه ربنا خير. سبحان الله، ناس فرحانة بتتفرج. الحاجات دي يا جماعة بتبان في أوروبا برضو، بتبان البحر بقى على جامد برضو، وبيطلع برضو أنا شفتها في اليونان برضو، البحر بقى طلع جامد لما يكون في هوا جامد ونوى وكده، البحر بيطلع. طبعا هناك مناطق جبلية بس البحر أعلى من أوطى من المناطق الجبلية اللي هناك، يعني ما بيأثرش برضه جامد. المنظر ده في راس البر برضه يا جماعة، ربنا يجعلها سنة سعيدة وموسم خير للجميع يا رب. شايفين احنا الحجر البحر بكسر عليه، ما شاء الله. انا بحب يا جماعة البحر جدا، بحبه بحبه بحبه، كنت بشتغل فيه يعني في الصيادة وكده، بس الحمد لله تعبان شوية، ربنا يشفيني وارجع اروح له تاني. انا ما برتاحش نفسيا انا وانا في البحر، يعني ممكن الرحلة تقعد لها 20 يوم او ممكن تقعد لها شهر، بس الواحد بيبقى مرتاح نفسيا. كل واحد كل حاجة الواحد موجودة وبما ناس كويسين، أصدقاء مع بعض وهزار وضحك. ربنا يصلح الحال للعبيد يا رب، ويرزق الجميع من فضله، اللهم آمين يا رب. هنجيب لكم برضو المنظر، المقطع بتاع اسكندرية تاني عشان تشوفوا المنظر. دي طبعا كافيتريات، كراسي عايمة زي ما انتوا شايفين ده، زي ما انتوا شايفين كده ده في اسكندريه. معرفش والله على العلم، يعني عشان ما بقاش كداب معرفش هو المنطقه بالظبط، في عربيه عايمه اللي هي الايه يا جماعه، سياره عايمه برضه في وسط الميه،
ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.